ماذا تعرفه عن وادي السيليكون؟ يعود الفضل بشكل كبير إلى البروفيسور ومهندس الكهرباء الأمريكي فريدريك إيموز تيرمان، المولود في 7 حزيران من سنة 1900 والمتوفي في 19 من كانون الأول 1982 في ظهور وادي السيليكون. إلى جانب عالم الفيزياء والمخترع الأمريكي ويليام شوكلي، إلا أن فريدريك تيرمان يعد أب وادي السيليكون، وفي سنة 1945 كان لفريدريك الأثر الكبير في إنشاء مختبر أبحاث الميكرويف في كلية ستانفورد للعلوم الفيزيائية، كما وكان في مقدمة منشئي حديقة ستانفورد الصناعية سنة 1951 والمعروفة حاليا باسم حديقة ستانفورد للأبحاث، حيث انتقلت شركات مثل جنرال إلكتريك وإيستمان كوداك إلى حديقة ستانفورد الصناعية والتي أصبحت تعرف باسم وادي السيليكون. تاريخ وادي السيليكون. بدأت الفكرة من خلال الكساد الكبير عندما قرر البروفيسور فريدريك تيرمان خلق الكثير من فرص التوظيف لزملائه، وقد شجع فريدريك 2 من زملائه وهما ويليام هيلوت وديفيد باكارد، حتى أنه سعى للحصول على منحة لهما كي يتمكنا من إنشاء شركة تقنية عالية والتي حملت اسمهما وهي شركة اتش بي. وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح فريدريك عميد كلية الهندسة في جامعة ستانفورد، كما وشجع أعضاء هيئة التدريس بأن يكونوا أعضاء في مجالس المؤسسات الجديدة، كما وسعى أيضا ومن خلال الاتصالات مع واشنطن للحصول على منح للبحوث الدراسية مؤسسا حديقة ستانفورد الصناعية من أجل تخصيب الأبحاث بين ستانفورد والشركات المحلية. وقامت جامعة ستانفورد باستئجار أراضٍ لشركات إيستمان كوداك وجنرال إلكتريك وفاريان أسوسييت ولوكوهيد وإتش بي. وبعد أن أصبح فريدريك عميدا للجامعة عام 1955، قام بتوسيع الحديقة الصناعية لتشمل التكنولوجيا الحيوية، وفي سنة 1957 أطلقت شركة فريتشايلد لأشباه الموصلات، مولدة 38 شركة من ضمنها شركة إنتل. ما هو وادي السيليكون؟ هو مصطلح يشير إلى منطقة من شمال كاليفورنيا متمركزة في وادي سانتا كلارا، وتعد هذه المنطقة موطنا لعدد كبير من كبرى شركات التقنية المبدعة مثل أبل وجوجل وفيسبوك. وقد ظهر وبرز هذا المصطلح في 70ات القرن العشرين للإشارة إلى تطور المنطقة والاعتماد التقني على ما يعرف بالسيليكون ترانزستور على جميع المعالجات الدقيقة الحديثة، كما ويعد حاليا واحدا من أثرى المناطق على مستوى العالم، وهو معروف كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي. وفي سنة 2015 صنفت مؤسسة بروكينجز منطقة سان خوسيه، والتي تعد أكبر مدن المنطقة والتي يحيطها وادي السيليكون، الثالثة عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلف زيورخ السويسرية وأوسلو النرويجية. وبحسب تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز في ماي 2012، فإن 14% من الأسر في مقاطعة سانتا كلارا وجارتها سان ماتيو تكسب ما يقارب 200 ألف دولار في السنة. وقد تأسست العديد من شركات التكنولوجيا التي لها ثقلها في هذه المنطقة، مما جعلها هدفا جذابا لمشاريع المستثمرين الرأسماليين. وفي سنة 2017 كانت هذه المنطقة تضم المقر الرئيسي لأكثر الشركات العالمية قيمة. تشهد منطقة خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية تواجدا كثيفا لشركات التقنية العالية بمعدل 387 ألف وظيفة تقنية عالية، 2025,300 من هذه الوظائف من نصيب وادي السيليكون، الذي يحتل الصدارة بنسبة العاملين في مجال التكنولوجيا من أي تجمع حضري، مع 285.9 من كل 1000 عامل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أعلى متوسط راتب في التقنية العالية في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط الراتب 144,800 دولار. وبشكل عام ونتيجة للقطاع التقنية العالية، فإن سان خوسيه هو التي تعد المركز الاقتصادي والثقافي والسياسي لوادي السيليكون وأكبر مدن كاليفورنيا الشمالية، لديها معظم الأفراد من أصحاب الملايين والمليارات. وهذه المنطقة التي تعد أكبر مصنع لتصنيع التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، وكانت نسبة البطالة فيها في كانون الثاني 2009 ما يقرب من 9.4%، لتنخفض إلى مستوى قياسي في أوت 2019 لأقل من 2.7%.
كما واستقبل السيليكون 41% من جميع المشاريع الاستثمارية في الولايات المتحدة سنة 2011 و46% في سنة 2012. ولأن معظم الصناعات التقليدية تدرك جيدا قوة تطور التكنولوجيا الفائقة، فقد أقدمت العديد من شركات تصنيع السيارات على فتح مكاتب لها في المنطقة للاستفادة من النظام البيئي لريادة الأعمال. كما كانت ولا زالت صناعة الترانزستور، والتي أدت إلى ثورة في الصناعات الإلكترونية، الصميم الصناعي في منطقة السيليكون، وكان الجزء الأكبر من القوى العاملة في الإنتاج من المهاجرين الآسيويين واللاتينيين، والذين كانت تدفع لهم أجور منخفضة، وكانوا يعملون في ظروف خطرة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الدارات الإلكترونية المتكاملة. وكان من ضمن الطاقم عدد كبير من التقنيين والمهندسين والمصممين والإداريين، والجدير بالذكر أن وادي السيليكون يعاني من نقص حاد في المساكن، وذلك بسبب اختلال السوق بين الوظائف التي تم إنشاؤها والمنازل المبنية. ففي الفترة بين 2010 إلى 2015 تم إنشاء الكثير من الوظائف، بحيث فاقت عدد الوحدات السكنية، حيث كانت 400,000 وظيفة مقابل 60,000 وحدة سكنية. وقد أدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار المنازل بشكل فلكي، بعيدا كل البعد عن قدرة عمل الإنتاج. ففي 2016 تم استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم بمبلغ 2500 دولار، بينما كان متوسط سعر الشقة مليون دولار تقريبا. وتشير فاينانشال بوست إلى أنها المنطقة السكنية الأعلى تكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد التشرد من المنازل مشكلة يواجهها سكان تلك المنطقة من أصحاب الدخل المتوسط. وفي 2015 ميلادي بذلت منطقة سان خوسيه جهودا لتطوير مآوٍ، وذلك عن طريق ترميم الفنادق القديمة. وبحسب مجلة The Economist، فإن سبب تكلفة المعيشة المرتفعة يعود أيضا إلى نجاح الصناعات في هذه المنطقة. وفي منطقة خليج سان فرانسيسكو، ازداد عدد السكان الذين يخططون للرحيل خلال السنوات القادمة بنسبة 12% منذ سنة 2016، ليرتفع من 34% إلى 46%. أما الاسم فمأخوذ من الترانزستور المبني من السيليكون، وهو عنصر كيميائي، ويعود الفضل لانتشار الاسم إلى الصحفي الأمريكي دونالد هوفلر، الذي استخدمه أول مرة في مقال وادي السيليكون الولايات المتحدة الأمريكية The Silicon Valley USA، والذي صدر في صحيفة الأخبار الإلكترونية الأسبوعية، وذلك في 11 كانون الثاني 1971. وقد انتشر المصطلح بشكل واسع في بداية الثمانينيات من القرن العشرين عند تقديم كمبيوتر IBM، بالإضافة للعديد من منتجات الأجهزة والبرامج ذات الصلة إلى السوق الاستهلاكية. عندما يتم ذكر هذه المنطقة، فعادة ما يتبادر إلى الإذهان الشركات التقنية العملاقة مثل آبل وجوجل، إلا أن هناك العديد من الشركات التي ليس لها صلة بالتكنولوجيا مثل شركة فيزا وشيفرون، وهي شركات متعددة الجنسية تتواجد مقراتها الرئيسية في وادي السيليكون. والجدول الآتي يبين أكبر هذه الشركات ومجال عملها، بالإضافة إلى رأس مالها السوقي.